كايت شانر أو الطائرة الورقية. لما بلشت من سنتين ونص كنت بدور على كتاب، كنت بدي رواية جديدة، رواية أقراها قبل ما أنام. كايت رانر، طائرة الورقية، لفتت نظري الاسم، حسيت اسم خفيف. ما توقعت هالكلمتين ممكن يكون في وراهم قصة كتير كبيرة ويفتحوا جروحات مسكرة بس مش معالجة. الكتاب عم بيحكي على كذا زاوية، أنا نقيت زاويتين، واحدة منهم الصداقة. الصداقة هي بالنسبة لي ضحكات، مغامرات، كنز من الأسرار، حارات ضيقة، نظرات مشاغبة. بس الصداقة ما لها عمر. بالطفولة هو أنك تكون مع صديق مشاغب، بالمراهقة تكون مع صديق وفي، بالعشرينات تكون مع صديق متفائل، بالثلاثينات والأربعينات مع صديق خدوم، بالستينات وما فوق تكون مع صديق بلعب معك طاولة ورا بقرا الجريدة. ايما تسألنا على صديقنا آخر مرة بعد الحرب. الحرب، أول صافرة رصاصة، أول صوت انفجار، أول خوف، أول هزة، أول تسكير باب، أول وداع، أول هجرة وفراق بعد الهجرة. أنا تسألوني إمتى سألت على رفقاتي آخر مرة؟ يمكن لسنين ما سألت عنهم، يمكن في بعض منهم لهلأ ما سألت عنهم، يمكن ما بعرف حتى وينهم. أقنعت حالي الحياة ظالمة، بس بتعرفوا وصلت لقناعة أنه أي شخص أضعف منك دراسيا، علميا، جسديا، ماديا، وبيسامحك على نسيانك وعلى أغلاطك، بالفعل هو مش أضعف منك، هو جست فهمان الحياة أحسن منك. ما بيقول مثلي الحياة ظالمة، بيقولوا الحياة تستاهل. أنا شخصيا علمني الكتاب، علمني الكتاب شغلة كتير مهمة. تركني أندم كل مرة كان فيني أساعد صديق وما ساعدته. تجاهلت هذا الصوت، عملت حالي مشغول مش عم بسمع، لكتير أسباب بس أكبرها مصلحتي الشخصية. بعد الحرب الكتاب عم بورجيني شغلة كتير صحيحة، اللي هاجر البلد لا يقدر يعيش، دفن كل شي ذكريات، كل شي مشاعر، نزعهم حطهم بعلبة بصندوق نظيف وفتح التراب حتى جواتها. فأنت يا صديق لما رفيقك برجع من السفر أعمل حساب هذا راجع بمشاعر ميتة، أما أنت اللي راجع وبدك تلاقي رفيقك اللي ما ترك البلد، هذا الرفيق ما فيه يستقبلك بدموع وبفرح مثل ما ودعك. هذا شاف الحرب وما أدراك شو معناها أنه شاف الحرب، فكمان طول بالك عليه وما تلومه. يمكن بالأخير فينا نرجع كل شي ننسى مع الوقت ونداوي جروحاتنا. أحلى كلمة حبيتها بالكتاب لما بيقول when guilt leads to good، يمكن الندم أو يمكن الذنب بيخلينا نعمل شي منيح. إذا قرينا الكتاب منفكر مرتين قبل ما نجرح أو نتجاهل أي صديق أو بأي موقف لازم نكون جنبهم وما نكون جنبهم. Enjoy reading.